اهلا بيكم في مركز الدكتور احمد عبد الغني لطب وجراحات الاذن والانف والحنجره، اول مركز متخصص في تشخيص وعلاج وجراحات امراض الاذن والانف والحنجره في بنها والقليوبيه والدلك. هدفنا راحة وسلامة وأمان المريض، علشان كده وفرنا تقريبا كل الخدمات حتى النادر منها بسهولة في مكان واحد. المركز مجهز بجميع وسائل الكشف والتشخيص الحديثة، ومجهز بوحدة سمعيات متكاملة، ومجهز بغرفة عمليات متكاملة ممكن من خلالها التعامل مع جميع أمراض التخصص على أعلى مستوى مهني. كمان بيشتمل على جميع أنواع المناظير الخاصة بالتخصص زي التصوير الحنجري، مناظير الأنف، مناظير الجيوب الأنفية، مناظير الأذن، كمان مناظير المريء ومناظير الشعب الهوائية اللي بتمكن من استخراج الأجسام الغريبة واللي كانت خدمة غير متوفرة في بنها لوقت طويل. الأجهزة الموجودة في المركز والعمليات بتؤهلنا للقيام بجميع أنواع العمليات حتى لحديث الولادة والأعمارهم حتى يوم واحد. المركز مجهز أيضا بغرف إقامة فندقية على مستوى راق جدا. احنا في مركز الدكتور احمد عبد الغني لطب وجراحات الاذن والانف والحنجره، هدفنا الاساسي تقديم خدمه طبيه متكامله على اعلى مستوى من الجوده والكفاءه.